السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه نشرح عملية اللوجين، خلونا ننتقل للمرحلة الأخرى اللي هي عملية الريجستر. الريجستر أيضا سهل، فكرة اللوجين تقريبا. أغلق اللوجين دي اس، تعال على الريجستر. ريجستر HTML وريجستر TS. ريجستر HTML أيضا سهل، كل اللي تحتاجه هو فورم عن طريق الايون ليست والايون ايتم. لاحظ هنا في داخل الايون كونتين راح اضيف الفورم جاهز. هذا الفورم هو ايون ليست، فيها الايون ايتم ياخذ يوزر نيم. خلينا نشوف ريجستر كيف يتم عمل. لاحظوا بالريجستر تحتاج الى النيم، الايميل، الباسورد. فتعال هنا أنا. تحتاج الى النيم وليس اليوزر نيم، فهنا أنا راح يكون نيم. تمام، هنا ايميل، اوكي ايميل، وهنا باسورد، اوكي باسورد، وهنا أنا ماي ريجستر بوتوم عادي ماي ريجستر. لاحظ الفورم جدا جدا سهل، يعني ما يحتاج الى اشياء تعقيديه. يعني سيف الدرس العينك مفروض انه تقدر تعملها، واذا ما درسها ممكن تراجع الدورات اللي انا عملتها وتضبطها. طيب في الريجستر تي اس تحتاج مجموعه اشياء، ايضا الاوث بروفايدر والايونيك بيج، كذلك راح اعملك ريدايركت لللوجن بيج. فلذلك هنا في هذا المكتبه الايونيك بيج ناف بار اليرت كنترول ناف بار لودينج كنترول، نفس الكلام. هنا الاوث بروفايدر ايضا اجيبه عن طريق البروفايدر اوث اوث، وايضا احتاج الى لوجن بيج. ليش؟ حتى لما تيجي تعمل ريجستر يذهب لللوجن حتى تعمل لوجن. تمام، فخلونا نشوف اذا اجينا هنا اخذنا اليوزر نيم، نحتاج الى عفوا وليس اليوزر نيم، نحتاج في داخل كلاس نعمل مجموعه متغيرات، النيم والباسورد والايميل والايرور مسج. تمام، نفس فكره اللوجن. هنا نحتاج ايضا نعرف مجموعه شغلات، لو عملنا انتر فارزه انتر راح نحتاج نعرف الاوث لودينج كنترول اليرت كنترول، ولو لودينج كنترول راح ما نحتاجه، فقط الاوث والاليرت. هنا اللودينج كنترول بصحة. طيب اذا عرفنا الكونستراكتور، بعدين الايرور فانكشن ايضا نضيفه. هذا هو الايرور فانكشن اللي راح يظهر لك تنبيه على اساس المسج اللي تزوده. فالريجستر نفس فكره اللوجن، نفسها مع تغيير فانكشن الى فانكشنال لوجن الى فانكشنال ريجستر. تمام، فهنا عندك فانكشن اللي هو ماي ريجستر، بتاخذ الايميل وبتاخذ اليوزر نيم وبتاخذ الباسورد، وليس اليوزر نيم وانما النيم. اوكي، هنا بيطبعه، ممكن تطبعه ممكن ما تطبعه، انت حر. هنا نتاكد الباسورد لازم يكون فارغا، بليز بوت يور باسورد. ممكن تعمل نفس الشيء للايميل، ممكن تعمل نفس الشيء للنيم، انت حر. ايلس الكريدنشال راح يكون تاخذ الايميل، تاخذ النيم، وتاخذ الباسورد. اوكي، انتبه هالثلاث متغيرات لازم يكونون بالضبط مطابقين لهذا الثلاثه، بينما هذولا هم ايضا مطابقين لمن؟ للمتغيرات الاعلى هذه اللي بتاخذه من الفورم. فهنا نجي نقول له الاوث سيرفيس. تمام، في الاوث انت في عندك شيء اسمه كرييت اكونت، صح؟ كرييت اكونت اللي ياخذ ديتايلز الاوبجكت تاخذه، ذن النتيجه رجع لي اياها. اوكي، اذا تم حدوث او لا، بعدين تجي تحولني لصفحه اللوجن. هنا أنا عندك اذا كان في خطا، اوكي الايرور، بعدين في الايرور فانكشن تقول له انه كريدنشال عندك خطا فيها، وطبع لي الكريدنشال. ممكن يكون عندي غلط في النيم والايميل او اي شيء اخر. هنا انا بيطبع لي المشكله اذا في حاله الباسورد كان فارغ، هذا ما احتاجه. تمام، بالحاله يكون عندي ريجستر ايضا خلص. مجرد هذا الكود يعني سهل جدا 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 جدا. خلينا نعمل ان انا سيف، نرجع مره الاخ ونعمل ريجستر جديد. أعطوني اسم على السريع، أعطوني اسم على السريع. كريجستر خلينا نسميه اسم جديد اسمه ايونيك
الايميل ionic@ionic.com والباسورد 123456678. register wrong credential. ليش؟ لانه يقول لي هنا انا هذا البيج نوت فاوند. لاحظ هذا لوجن، هذا register. اوكي هذا register. اسف جدا اسف جدا، هنا الرابط عدى غلط بي. اذا نرجع هنا، انا خبطت مع دوره الروبي. في الاوث لما تريد تعمل بهذه الصوره راح تكون API/user/register. تمام، ارجع الان المفروض انه يسمح لك. هذه مشكله باليو ار ال. ionic@ionic.com الباسورد 123456678. register تمام. لاحظ اعطاك ايضا هذا التوكن هنا موجود، وايضا استطيع الدخول عن طريق ionic والباسورد الايميل ionic@ionic.com الباسورد 123456678. لوجن تمام. لاحظ عبر التوكن. حلو، اذا الريجستر ايضا عندنا نجح، يبقى علينا فقط عمليه الاثنتيكيشن والبروتكت ابلكيشن. خلينا نوقف هنا، نكمل الدرس القادم. مع السلامه.